مع رسول الله صلى الله عليه وآله، يحتضنها يقبلها. إذا أحس بضعف في بدنه أسرع إلى بيت فاطمة: بني إني أجد في بدني ضعفا، تقبله وتبكي. آخر إنسان يودعه عندما يخرج من المدينة فاطمة، أول شخص يلتقيه ويلتقي به فاطمة، يقف على باب الدار يقول: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة، أتأذنون لمحمد بالدخول؟ فتقول: أبا البيت بيتك والكريمة كريمتك. يقول: بني إن ربي أمرني أن أستأذن. هكذا كان حتى يوم وفاته. دخلت عليه الزهراء وهي باكية: إلي إلي يا ابنتي. أجلسها إلى جانبه، أخذ يدها وضعها على صدره، ثم أخذ يد أمير المؤمنين وضعها على صدره، ثم وضع يد فاطمة في يد علي وقال له: يا علي، هذه وديعة الله ووديعتي عندك. تبكي الزهراء لفقد أبيها، رسول الله يبكي. لماذا تبكي يا رسول الله؟ يقول: أبكي لما يحل بكم، لما يصنع بكم، وكأني بابنتي فاطمة وقد دخل الذل في بيتها وهتكت حرمتها. هذا أمير المؤمنين يقول: أنا جالس عند رسول الله ونزل جبرائيل وبيده الوصية، هاي آخر شيء، هذه الوصية يا رسول الله، أقرأها على علي واخذ منه العهد أنه الأمور ما تمشي هكذا. هذه ابنتك فاطمة، يحرق بابها ويكسر ضلعها ويسقط جنينها وتقع بين الحائط والباب، وأمير المؤمنين كذلك يخصب حقه. فما الذي يجري؟ اسمع اسمع بقلبك، هذه قضايا خاصة للإنسان الطاهر المولد، وكلكم هكذا أحبتي، بارك الله فيكم. يقول: سمعت جبرائيل يقول لرسول الله علي سلام الله عليه، يقول له: يا رسول الله، أخبرت عليا بما يجري عليه من بعدك؟ قال: نعم يا جبرائيل أخبرته. قال: وأخبرته أن حرمته تهتك؟ تهتك حرمته؟ الإمام علي يقول: أنا صعقت وقعت لما سمعت هذا الكلام، نفسي على زفراتها محبوسة، يا ليتها خرجت مع الزفرات، لا خير بعدك في الحياة، وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي.